اتكلمنا عن الماس كنترول ترايل وسيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيز، وخدنا بعض الكونسبت الاساسيه عنهم. ايه بقى الكلينيكال براكتس جايد لاينز؟ الكلينيكال براكتس جايد لاينز يا شباب، الكلينيكال براكتس جايد لاينز هي حاجه كده بتطلع حاجات زي الابتا، بتجمع كل الابحاث اللي اتعملت علشان تدي ريكومنديشن اللي بتجايد الكلينيكال براكتس بتاعك. تقول لك بص من الاخر كده الدراي نيلنج فعلا فعاله في حالات على لوك على شورت تيرم نكرر ان اللونج ليزر مش فعال في حالات الكربل كونسنتريشن. فهناخد ده بيكون شكل الجايد لاينز. دي كانت منشوره على الجوستيت، اللينك بتاعها موجود هنا، يعني مجرد ما تضغط على وابقى ابعته على هنا هيوصلك للجايد لاينز، متاحه عادي للجميع. فالجايد لاينز بتجمع لك كل حاجه خاصه كل الفيزيكال ثيرابي انترفنشنز، وازاي كمان تعمل اسسمنت، وازاي تعمل تريتمنت فيما يتعلق بالنيك بين. تمام ماشي خلاص، احنا قربنا نخلص 10 دقايق كده وان شاء الله نخلص هنحل السنه كمان. لو بصينا هنا هتلاقي ان الجايد لاينز كده مديك خريطه ازاي تمشي عليها، ازاي تمشي عليها. يعني مثلا ايه مقسمه لك النكتي او المشاكل السيرفيكال لاربعه كاتيجوريز، فانت بتعمل اسسمنت تشوف الكارن سيمتومز والفيزيكال اكزامينشن بتاعك، ولو تطابق مع ده فبتحط العين مثلا تحت حاجه اسمها نيك بين ويز موبيليتي ديفيسيت، او نيك بين ويز موفمنت كوردينيشن، او نيك بين ويز هيديك، او نيك بين ويز راديتنج بين او راديكيلوبيسي. فبيقول لك ازاي تعمل اسسمنت، ازاي تعمل ايه الكومن سيمتومز، كمان بيقول لك التريتمنت ايه التريتمنت، او ايه يعني احدث الابحاث العلميه بتقول لك التريتمنت ايه، زي الاكيوت زي السب اكيوت زي الكرونيك. ف نيك بين ويز موبيليتي ديفيسيت اللي هو موضوعنا النهارده، فبيقول لك في الاكيوت تعمل سيراسيك مانيبيليشن سيرفايكال يوتيلايزيشن سيرفايكال فانكشن سيرفايكال اكسرسايز والكلام ده كله. السب اكيوت الكرونيك بتعمل ايه او كده وهكذا. فلو بصينا في الكرونيك هنلاقي ان هو برضو دراي نيدلنج موجوده في الكرونيك، اللي انت تستخدمها مع العيانين بتوع الكرونيك ليج بين. بس زي ما قلنا طبعا بالنسبه للسيستماتيك ريفيو هي بتقول ان مفيش فرق بينها وبين المانيوال ثيرابي او الفيزيكال ثيرابي انترفنشن، لكن هي فعلا فعاله على مستوى الايميديت والشورت تيرم افكت، يمكن سمول ريدكشن بس عادي ممكن تستخدمها مع العيانين. هي مش فعاله مش فعاله، لكن الافكت بتاعها مش بالايه مش بيوصل للانترميديت افكت ولا لونج تيرم افكت، وزيها زي الاذر فيزيكال ثيرابي انترفنشنز. برضه ممكن تشوف حاجه تكتب دراي يجي لك الحاجه دي. فهتبص كده هنا بيجيب لك طبعا ايه الايفيدنس بتاعها بناء على اي ايه، يعني ايه سيستماتيك ريفيو وميتا اناليسيز اللي اتعملت عليها. فهنا جايب ايه في حالات السيرفيكال، تمام نرجع تاني. فهو هنا بيقول ان فور بيشنت ده الفيزيكال ايجنتس، فور بيشنتس ويز كرونيك نيك بين ويز ويز موبيليتي ديفيسيتس زير ووز ا بينيفيتس وين كومبيرد تو كنترول ان ذا يوزنج اوف جوينتلينج فور ريديوسنج البين. الاوت كوم هنا بس البين اوفر ذا ايميديت اند شورت تيرم افكت، تمام يا شباب. وده طبعا متسق مع نتائج السيستماتيك ريفيو اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها من شويه والار سي تي. يعني لا يعني طبعا انت بقى حد عايز يشوف الايفيدنس بتاع موداليتي معينه سواء مثلا دراي نيدلينج شوك ويف ليزر، فانت بتشوف الجايد لاينز بتقول ايه. الجايد لاينز دي موجوده في سنه 2000 منشوره في سنه 2017، فانت بتشوف الجايد لاينز ديت بتقول ايه، ما لقيتش لقيت الجايد لاينز بتقول حاجه، فاعرف ان هي حاجه موثوقه لان الجايد لاينز ديت يعني تطلع من دي طالعه من الابتا، فهم بيكونوا عاملينها بيجمعوا كل الدراسات ويعملوها كريتيكال ابيزر ويظبطوا الدنيا ويدوك الحاجه جاهزه على طول. لو انت مثلا في ديزيز معين ملوش جايد لاينز او جايد لاينز قديمه شويه مثلا نازله في سنه 2015 او سنه 2010، فوقتها في جاب كبيره قوي ممكن في خلال الفتره دي تكون اتعملت ابحاث تغير النتيجه. زي ما قلنا ممكن في سنه 2015 سيستماتيك ريفيو تقول حاجه، بعد سنه 2020 سيستماتيك ريفيو ثانيه تتغير او تتعارض مع سيستماتيك ريفيو السابقه. فدي ايه؟ كده هدوس ثاني دراي نيلينج. بيقول لك بقى فورميشنز ويز كرونيك نيل مين ويز موبيليتي زيرو ويز ا بينيفيت يوزنج دراي نيلينج وين كومبيرد تو انذر انديفيزر اوفر ذا شورت تيرم، زي ما كان برضه موجود. فانت بتشوف بقى ايه الجايد لاينز بتقول ايه عن الدراي نيلينج.
ده باختصار الكلينيكال بريكتس جايد لاينز برضه اللي ممكن تتشرح في المحاضرات يعني. فاحنا بنحاول حاولنا ان احنا ندي بعض الكونسبتس الاساسيه يعني. انا عارف ان الموضوع ممكن يكون المحاضره كانت كونفيوز شويه او يعني، اتمنى بس ان الكونسبت الاساسيه تكون وصلت للناس، اللي بعد كده ممكن بقى نعمل محاضره كامله كده في الراندومايزد كنترول تريل، او محاضره كامله في السيستماتيك ريفيو، ونقرا سيستماتيك ريفيو من A to Z بحيث ايه ندقق في كل حاجه. تمام؟ وده طبعا ياخدنا في الاخر ان انت في حاجه اسمها فرق ما بين النون ايفيدنس بيز براكتس والايفيدنس بيز براكتس. الايفيدنس بيز براكتس او الممارسه القائمه على دليل هي اللي فيها انت بتعتمد على الابحاث العلميه في الكلينيكال بريكتس بتاعتك. انت بتنتجريت يور كلينيكال اكسبرتيز النولج اللي عندك والكلينيكال سكيلز اللي عندك بالساينتفك ريسيرش، تشوف الابحاث العلميه بتقول ايه في النقطه ديت، ولو الابحاث العلميه بتقول ان هي فعلا فعاله انت بتستخدمها، لو مش فعاله يبقى ليه تستخدمها؟ ليه تضيع وقتك مع العيان وتجيبه حاجه مش فعاله؟ تمام يا شباب. وطبعا الايفيدنس بيزد براكتس بيعتمد على الساينتفك ريسيرش اللي هي بتعتمد على الستاتستكس والاحصائيات. قلنا عشان الفريق يطلع من المجتمع العلمي يقول ان الدراين اللي فعاله ولا مش فعاله لازم يطلع باحصائياته. انما النون ايفيدنس بيزد براكتس هو بيعتمد بقى جربتها ونفعت، الفهلوه اصلا شايف كده مش عارف مين قال كده. ف يعني الكلينيكال اكسبرتيز طبعا من غير ما ايه ساينتفك ريسيرش. فطبعا انك تتبع الايفيدنس بيز براكتس والساينتفك ريسيرش فانت كده بتقدم افضل خدمه، مش هقول في مصر ولا في السعوديه ولا لا، انت بتقدم افضل خدمه في العالم او احدث ما توصلت اليه الابحاث، فانت بتقدمها للعيانين بتوعك. اظن كده يا شباب يعني كده احنا خلصنا، وان شاء الله المحاضره يعني كده تقريبا اتسجلت، هنزل ان شاء الله على نحاول ننزل على اليوتيوب يعني. بنعتذر لو في اي مثلا حاجه حصلت اثناء المحاضره او كده، الموضوع ممكن يكون كان تقيل شويه، يمكن احنا حبينا نجمع حاجات كتيره قوي، ممكن اصلا كل موضوع يتشرح في محاضره لوحده يعني. ريسيرش كويشن لوحده ده ممكن يحتاج محاضره لوحده، علشان او الماز كنترول جار ممكن تحتاج كورس كامل، ولكن بس فايه حاولنا ندي بعض الكونسبتس الاساسيه. فيما بعد ان شاء الله ممكن نعمل فيديوهات بقى تكون سبيسيفيك لكل حاجه لوحدها. تمام كده يا شباب، احنا كده خلصنا. هل حد عنده اي اسئله؟ حد عنده اي حاجه؟ حد عايز يقول حاجه؟ طيب.